السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف انك تسوي كروت نفس كذا تكون من الخلف اسم المنشأة ومن الامام مثلا النقاط او الى اخره؟ كما تلاحظون هنا لو نقصص هذه نحصل على الخلف اسم المنشأة او المركز اللي انت تشتغل فيه او تعمل فيه. طيب كيف اني اسويه بكل سهولة؟ برنامج جدا رائع، خلوكم معنا. كل ما تحتاج عزيزي المشاهد هو هذا البرنامج، رابطه في وصف الفيديو من الموقع الأصلي، تقدر تحمله، أتوقع أنه بشكل مجاني أتوقع. طيب أنا حملته، هذا هو واجهة البرنامج. أول شيء حبايب قلبي نضغط على هذه العلامة الصفحة، تمام؟ بعدين نحدد الورق اللي عندك وش هو، هل هو A4 هل هو A5؟ أنا اللي عندي A4، تمام؟ في هذه إعدادة الصفحة إنك تقدر تحط شبكة مثلاً، تقدر تحط مثلاً اللي هو مربع راح يكون من هنا، بس هذه مو ضرورية مرة يعني، ما عليكم منها، نبغى الشيء الأساسي. طيب الآن كل ما علينا هو وضع الصورة المرادة، طباعتها بالشكل الأمامي، نروح فتح. طيب نبغى هذه الصورة. طيب يا حبايب قلبي الآن نقدر نكبر من هنا عشان نشوف ونحرك ونقص ونزين اللي احنا نبغى. طبعا البرنامج جدا سهل، جدا سهل مرة وراح يفيدك بشكل كبير مرة، خصوصا إذا أنت راعي بزنس، عندك محل تجاري تطبع على وجه من وراء ومن قدام وكذا. المهم طيب عندنا الأبعاد يا حبايب قلبي، هنا 80 ملليمتر. طيب أنا عندي الارتفاع 5 سنتيمتر. كيف أعرف المليمتر؟ تمام، اتوقع في طريقة هنا نقدر نحولها، لكني انا شوي يعني ما عندي خبرة كبيرة بالبرنامج، لكن انت عندك 5 سنتيمتر الارتفاع، هنا راح نضرب الخمسة بعشرة يطلع 50، فنحول هذه الى 50. شوفوا يا حبايب قلبي خلنا نحولها لـ50، شفتوا شلون؟ هذه 50. طيب والعرض يا حبايب قلبي هي 9 سنتيمتر، يعني 9 × 10 = 90، فهنا راح يكون 90. هذا حجم البطاقة. أنت كيفك، أنت تبغى حجم كبير، تبغى حجم صغير، اللي هو يعني تختلف يعني من عمل لعمل، تمام؟ لكن أنا عملي هذا مقاسي. طيب انتم عرفتوا كيف تحولون من السنتيمتر الى المليمتر. طيب الان يا حبايب قلبي هذه ابغى اكررها الكامل الصفحة، يجي عليها تكرار. كيف الطريقة؟ جدا 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 سهلة. نروح لم النافذة هذه، تمام، شوفوها الاستنساخ، بعدين نضغط على هذا، استنساخ للاسفل، واستنساخ للاسفل، اسفل اسفل، بعدين يمين، أمام 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 أو أعلى، وكمان أعلى. الآن كما تلاحظون خلنا نصغر، تلاحظون هنا يا حبايب قلبي أن امتلت الصفحة بالصور اللي هي 5 نقاط. طيب أهم خطوة أنك تسويها تحدد على جميع الصور، طيب، وتضغط على مجموعة. وش الفكرة؟ وإحنا وش اللي سوينا قبل شوي؟ مجموعة أن تندمج هذه كلها في صورة واحدة. يعني شوف الحين أحركها مثل ما أنا أبغى. طيب أنا أخطيت، كيف أني أرجع؟ أروح أرجع من هنا، تمام؟ أقدر أسوي تراجع أو أسوي حركة قدام. المهم الآن في برضو مهم يعني أو خطوة ضرورية أن احنا نسويها. بعد ما سوينا مجموعة الحين نضغط هنا، ولازم نضغط على هذه
الخيار. هذا الخيار وش المقصود منه؟ عند الطباعة إذا طبعته يصير بالوسط، علشان أنت تعرف الأبعاد الطول والعرض، حنا نبي نطبع على وجهين، ما إحنا بطبعين على وجه واحد. إذا أنت تبي تطبع على وجه واحد ما تحتاج الخانة هذه، لكن حنا نبغى البطاقة هذه وراها مرة نسخ لصق بال يعني صورة الأخرى. طيب الآن انتهينا من الوجه الأمامي للبطاقة، نأتي إلى الوجه الخلفي للبطاقة. طبعا كيف نزيد صفحة؟ نزيدها من هنا، تمام؟ طيب كل ما عليك عزيزي المشاهد هو أن تضغط على هنا، ثم تضغط نسخ، وتضغط هنا وتحط لصق. طيب الآن لصقت هنا. طيب الوجه الخلفي وش نبغاه يا حبايب قلبي؟ نبغاه تكون الصورة هذه اللي هي هنا، نبغى تكون صورة المجمع. فنروح ناخذها نسحبها ونحطها هنا، وتلاحظون انها نسخت بشكل اوتوماتيكي. فهنا خمس نقاط، والوجه الخلفي اللي هو المجمع او الشركة او الى اخره، يعني مثل ما انتم تبغون. يعني نفس الخطوة لازم نحط على توسيط علشان يجي الصفحة الأولى أو الواجهة الأمامية نفسها تطابق الواجهة الخلفية. الآن كل ما علينا هو الطباعة، الآن كل ما علينا هو الطباعة فقط. فنطبعها هنا، طيب نشوف، بعدين نحط طباعة. راح أصور لكم الآن وهي تطبع الطابعة. الآن نضغط على طباعة، بعدين برينت. طبعا يا حبايب قلبي تشوفون الآن هذه طبعت بالوجه الأمامي، الحين نبغى الوجه الخلفي. الآن بنطبع الوجه الخلفي علشان تتطابق هذه النقطة، تمام، مع الخلف تصير بطاقة. بعدين عاد نقصهم قص عادي، سواء بالمقص أو بالمشرط أو إلى آخره. الآن نضع الصفحة في خلف الورقة عشان نطبعها من الجهة الأخرى. الآن يا حبايب قلبي بعد ما حطينا الورقة في الجهة الخلفية، نضغط على طباعة من هنا، يعني نبغى الوجه الخلفي يكون هذا، فنحط طباعة ثم طباعة ثم برينت. الآن كل ما علينا هو الانتظار ونشاهد الطابعة وهي تطبع. لو تلاحظون يا حبايب قلبي ان الجهة هذه تتطابق مع الجهة هذه، فانت لو تقلب الورقة الان لو تقص الكرت هذا، فراح يتطابق مع المجمع او الشركة او الى اخره، يعني اللي انت تبغى. طبعا جدا برنامج حلو وفادني بشكل كبير جدا. في نهاية هذا المقطع لا تنسوا نقول الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.